إذا كنت إذا من كنت من المتابعين المتابعين الجدد، الجدد، اشترك اشترك الآن في الآن القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. حبايبي بنتو كل سنه وانتم طيبين. فاينل ريفيجن الجبرا فيرست تيرم 2022، احنا مقرر علينا ايه؟ مقرر علينا حاجه اسمها الريل. الريل اللي هي الار، وبعد كده خدنا الاوبريشن ازاي نعمل ادنج سبتراكت نعمل تايمز، وكمان عندنا جزئيات صغيره زي ما انا كاتب كده. هنبتدي واحدة واحدة. لما يقول لك سولوشن ست ويدي لك اتنين براكت، طب هي دي ليها فورم تاني؟ ايوه. ان الراجل ده يقول لك انا عاوز السولوشن ست اكس باور 2 ماينس 9 سوري ايكوال 0 از، وان هو يدي لك اكس كيوب بلس 8 ايكوال 0 از. يبقى انا عندي ادي 4 2 تلاتة. لما تلاقي اتنين براكت اتنين براكت وما عنديش طيب تعالى كده هبدا معاك باول فورم اللي هو دوت. لما اقول لك حبيبي اكس باور 2 ماينس وفيه هنا ماينس او بلس، تقول لي هعملها اوبزيت ساين. يعني ايه اوبزيت ساين؟ فكرني. يعني دي 9، الساين اللي قبلها بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ يبقى انقلها، هعمل لها اوبزيت، هعمل لها ترانسبورت احولها، فيبقى ادي الاكس باور 2 وادي الايكوال. يا 9 انت نيجاتيف تروحي ايه؟ شكرا. السؤال الثاني، يا اكس انت معاكي نمبر، معاكي كوفيشن هنا؟ لا، ده انا 1، يبقى مش هعمل ديفايد. لكن لو كان معاها نمبر كنت عملت ديفايد. طب ما معهاش. السولوشن ست معناه هات لي الفاليو بتاع اكس، لكن دي اكس باور 2. يا اكس باور 2 علشان تبقي اكس اعمل ايه؟ سكوير روت. سكوير روت، شكرا. يبقى الاكس اكس سكوير، عشان تبقى اكس هاخد السكوير روت للنمبر اللي عندك. وناخد بالنا، طالما بقول لك اكس سكوير وهاخد السكوير روت، يبقى عندي كام سولوشن؟ 2. واحد بوزيتيف والتاني ودخل دي في الكالكوليتر تديني 3، واجي اقول له يبقى السولوشن ست هعمل الكيرلي بريسز 3 نيجاتيف 3. طب يا مستر انت كنت بتجري، نعيد تاني. ادي اكس او اكس باور 2 او اكس باور 3 علشان اجيب سولوشن ست، ما العبش معاك الاول، بعد منها في ايه؟ يا ريت نعلي صوتنا. 8 بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ مش عايزها جنبها، هنعمل ايه؟ هنرميها. يبقى ادي يا مستر اكس باور 3، نروح هناك دي هتروح بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. ايه؟ نيجاتيف. شكرا يا مستر. دي اكس باور 3 هل معاها نمبر؟ معاكي كوفيشن؟ لا، يبقى مش هعمل ديفايد. نروح جايين نقول عشان اكس باور 3 تبقى اكس ناخد كيوبيك لنيجاتيف 8. يبقى لو كانت باور 2 ناخد سكوير روت. شكرا. ولما ناخد سكوير روت يبقى عندي 2. شكرا. لكن دي كيوب، عشان تبقى اكس هناخد كيوبيك روت، والكيوبيك روت 1 سولوشن. لو بوزيتيف يبقى بوزيتيف، ولو نيجاتيف يبقى نيجاتيف، فهنا الكالكوليتر هيديني نيجاتيف 2. اجي اقول له يبقى الاس اس بتاعته هعمل الكيرلي واكتب نيجاتيف 2. طب يا مستر ما هي جميله، تعالى بقى ناخد دول ونطبق هنا. انا معايا 2 براكت، اقول له بس يا عم شكرا. دي لوحديها ودي لوحديها، مش فاهم. يعني هاخد اكس ماينس 1 ايكوال 0، وهاخد اكس باور 2 بلس 1 ايكوال 0.
اجيبه. لما يبقى عندي 2 براكت هعمل each bracket equal زيرو. شكرا. لما انا عملت كده مش ده بقى زي دي؟ اه. هنعمل ايه؟ شكرا لمين؟ هو نيجاتيف يروح تبقى اكس ايكوال 1. سؤال، هل هنا هناخد سكوير روت؟ لا. لا ليه؟ عشان ما عنديش باور. طب هناخد كيوبيك؟ لا. لا تبقى خلصت؟ اه. تعالى هنا هنعمل ايه؟ شكرا. يبقى اكس باور 2 ايكوال كام؟ نيجاتيف 1. انا عايز مين؟ يبقى هناخد ايه؟ لمين؟ نيجاتيف 1. جرب كده في الكالكوليتر وشوف ايه اللي هيجرى. يلا بسرعه. ماث ايرور. الاله لما عملت لها سكوير روت نيجاتيف قالت لي ماث ايرور. كلمه ماث ايرور يعني السولوشن سيت لو دي كده لوحدها وبتجي لك لوحدها تبقى فاي. يعني لو مسالتك اكس باور 2 ومعاها بلس بعدها بلس لما هنقله هيبقى ايه؟ نيجاتيف. لما اخد السكوير روت يبقى السولوشن سيت فاي. وبتجيلك في الاسئله اوعى تغلط. هنا ما عنديش غير سولوشن واحد اروح اقول له يبقى السولوشن سيت 1. يبقى انا عندي 4 فورمز مش 3. عندي الراجل ده عرفنا ناخد سكوير روت عندي 2 سولوشن. عند الراجل ده عرفنا ناخد كيوبيك روت عندي 1 سولوشن. عند الراجل ده فيرست ديجري اداني 1 سولوشن. عندي دي وتاخد بالك من دي وهبتكرر هتجيلك في سكند رول لما تكبر. لما اعمل بلس انقله نيجاتيف. لما اخد السكوير روت يبقى هنا عشان انت مكرر عليك الريل يبقى السنه دي تقول فاي والسنه الجايه برضه نقول فاي. هاز نو سولوشن. تعالى ننقل بسرعه على المجموعه الثانيه دي. درسنا اديتيف انفرس من جريد 6، مالتيبليكتيف انفرس في بريب 1، كونجيجيت كان السنه دي. فيبقى انت مقرر عليك كم كلمه؟ 3. تعالى فكرني لو قلت لك اديتيف انفرس نعمل ايه؟ مش فاهم يعني ايه تشينج ساين. اقول له خد بالك ما تتسرعش، دول حاجتين، ده الراشنال وده راشنال. يبقى لما اعمل تشينج للساين اعمل تشينج الساين لمين؟ روت 5. واعمل تشينج الساين لمين؟ طب انا مش فاهم. حاضر حبيبي، انت بوزيتيف تبقى نيجاتيف، انت نيجاتيف يبقى بوزيتيف. يا ريت تتعود ان انت لما تيجي تحل علي صوتك عشان المعلومه تثبت ما تنامش. نقول تاني وبسرعه اديتيف انفرس اعمل ايه؟ طب دول كام حاجه؟ يبقى هعمل تشينج ساين للروت وللنمبر بس كده؟ اه. خد بالك، طب معايا ممكن الاقي دي في الانسر لو تشوز تبقى 2 ماينس روت 5، ايه رايكم تنفع؟ ها؟ تنفع؟ لا ليه؟ ال 2 اهي ده نيجاتيف اهو وده اللي بيجي لك في التشوز وتلاقي نفسك بتتلخبط. ركز ما تتسرعش. نمبر 2 عايز مالتيبليكتيف انفرس. يعني ايه مالتيبليكتيف انفرس؟ يعني ايه فليب؟ يعني الراجل ده بص كده لو كان ايه اوفر بي البي تطلع والاي تنزل. طب يا مستر ده مش فراكشن، ازاي اجيب له؟ اتفقنا زمان الراجل ده ما عندوش دينومينيتور، اقول له لا معاه كام؟ 1. فانا هدخل في الكالكوليتر، هكتب في الكالكوليتر 1 اوفر 3 ماينس روت 2. يلا وبسرعه، يلا وبسرعه. لو خدنا بالنا ادي الانسر اهي، هروح اكتبها لك. يبقى هنا عملنا مالتيبليكتيف انفرس، ال 1 طلع اب وال 3 ماينس روت 2 نزلت داون، فيبقى المالتيبليكتيف انفرس بقى 3 بلس روت 2 اوفر 7. طب تعالى نعمل حاجه ثالثه. يقول لك كده الكونجيجيت بتاع الكلام ده. يبقى الاديتيف انفرس عرفنا نعمل ايه؟
مالتيبلكتيف انفرس عرفنا نعمل ايه. نيجي بقى للكونجكت، الكلام ده هيكمل معاك برضه في سكندري 1. يا مستر لما اقول لك كونجكت يبقى انا هعمل تشينج للساين اللي ما بينهم بس كده. اه فتبقى الانسر ايه؟ 2 بلس 1 روت وبلس 1. لازم لازم هتلاقي حاجه من الثلاثه دول في كومبليت او تشوز، اوعى تنساها. تعالى بقى نقول مع بعض تاني. اول ما الاقي الفورم اللي انا هكتبه ده مثلا 1 او اي نمبر، وهنا عندي روت بلس او ماينس نمبر او العكس، الكلام ده ما ينفعش يتساب، بستخدم الكونجكت. وعشان انتوا جيل التيك اواي هندخلها في الكالكوليتور بالشكل ده وتطلع لك الانسر. تعال نشوف انذر بالمرة. حبايبي درسنا السنه دي الانترفال. الانترفال اول جزء مقرر عليك ازاي يبقى عندي تو انترفالز واجيب الانترسكشن. الكلمه دي حبيبي او السيمبل ده تقول انا هاخد الكومن. يا مستر انا مش عارف يعني ايه كومن، ده كان جريد 5 ونسيت. السيمبل ده تقول لي هاخد اول، اقول له ده كان زمان. ده ديفرنس ويتش بيلونج للفيرست دوزنت بيلونج للسكند. ودي بنقول عليها كومبلمنت. يا مستر انا لا فاكر لا دي ولا دي ولا دي. لما يجي لك حبيبي انترفالز هنعمل ريبريزنت نمبر لاين. تعالوا كده مع بعض نعمل نمبر لاين كبير. النمبر لاين بتاعك بيبقى عندي هنا نيجاتيف انفينيتي وعندي هنا انفينيتي بوزيتيف. دي الفيرست هعمل لها ريبريزنت اب. فانا كل اللي انا عاوزه ادي 0، انا محتاج 5 و 3 و 8. ادي هخلي بقى الزيرو هنا شويه، وادي ال 3 وادي ال 5 وادي ال 8. ايه اللي انت بتعمله يا مستر؟ انا مش محتاج غير النمبرز اللي موجودين هنا، مش عايز غيرهم. فبالتالي على النمبر لاين مش هكتب غيره. نيجي للزيرو. هنا ده ايه؟ اوبن ولا كلوز؟ يبقى انت هتيجي عند الزيرو تعمل له السيركل بتاعته ايه؟ كلوجر. سيم هنا 5 اوبن ولا كلوز؟ البراكت وشميها، يبقى دي الفايف وكلوجر واعمل شدد او كرر. يبقى انا خدت الفيرست عملت لها ريبريزنت. في مشكله؟ نيجي للسكند هاخدها تحت في نفس اللاين دي اسهل. ايوه الثري اوبن ولا كلوز؟ بص كده اهو اهو انزل النمبر تحت شويه. يا ايت اوبن ولا كلوز؟ اوبن اهي. واجي اعمل كلر لكل اللي ما بينهم. خد بالك بقى معايا، اي مساله انترفال هتلاقي لازم عندي 4 بولز 1 2 3 4 بالترتيب اللي بقوله ده 1 2 3 4. لو انا عايز انترسكشن باخد الكورتين اللي في النص، وعشان كده سموهم كومن. كومن فين يا مستر الكورتين اللي في النص؟ اهم. مين ومين؟ ال 3 وال5. شكرا. يبقى الانترسكشن هي 3 و5. تعال بقى نسرق نسرق نسرق. ايه يا مستر؟ يا 3 انت كلوز اب اند داون، يا 5 شكرا. يلا بقى ناخد اليونيون. يونيون تقول له استنى يا عم، انت قلت معايا 4 بولز، التول ميدل انترسكشن، التول اللي من بره ده وده، يبقى اليونيون 0 8. تعالى نسرق. يا 0 انت ايه؟ شكرا. وال 8 شكرا. اخر حاجه انا عايز الديفرنس، عاوز الديفرنس اقول له ويتش بيلونج للفيرست. فين؟ لو انا جيت عملت هايد للكومن، دريت الكومن، مسحت الكومن، مين الريميندر اب؟ مين اللي اتبقى فوق؟ اقول له الانترفال دي، الحته دي، البارت ده، البيريود دي كام بقى يا مستر؟ من زيرو لمين؟ 3. ستوب بقى. الزيرو ده راجل مستقل فوق، يبقى هو بحالته.
نيجي بقى للثري. الثري الله عليكي هي كلوز أبو داون. كلمة ديفرنس يعني معايا ومش معاك، فأنا روح عامل إيه؟ أوبي. آخر حاجة، لو أنا دي الانترفال دي مسميها إكس، عايز الكومبلمنت، عندي تو سلوشن. هقول لك الأسهل، تروح جاي تقول له آر إكسبت، أنا عايز الكومبلمنت بتاع الانترفال دي، أقول له آر إكسبت وخدها. شكرا بس كده، شكرا والسلام. ختام، يلا بسرعة هديلك السبيشال كيسز على الانترفال، يلا وبسرعة حبايبي. في عندي حاجات مش هحتاج لرسم عشان انا بالتكرار يا مستر، دي كلوجر ودي اوبن، بس ايه اللي انا شايفه؟ ايه اللي انا شايفه؟ ان 2727 هنا دي برضو كلوجر ودي ست، بس برضو 27. هنا دي اوبن ودي ست، بس برضو 27. دي حاجه اسمها ريليشن بتوين الكلوجر والاوبن، بس يكونوا سيم نمبر. دي يا مستر لو انا عملت كده ادي 2 ودي 7، ادي دي اللي فوق كلوجر وادي اللي تحت اوبن. تفتكر لو قلت لك ايه الديفرنس، ايه الفرق؟ تقول لي الاليمنت ده اكزيست اب نوت اكزيست داون، يعني 2 موجوده فوق مش موجوده تحت، بس دي 2 اسمها اليمنت. يبقى لو معايا انترفال كلوجر هنقص منها ديفرنس الاوبن تدي لك نفس النمبر 27 بس 6. الله ينور عليك. بناء عليه بقى لو خدت منها الست، خدت منها الست، بص بقى يعني بمعنى صح شايف دي هتبقى كده، اصل الاليمنت يتعملوا كور بس، وده كان زمان في جريد 5. ايه الديفرنس؟ تقول الحته دي كلها، يعني هاخد كل ده بس عشان انتوا كلوز نعمل اوبن، يبقى هنا هتديني الانترفال اوبن 2 7. يبقى لما تلاقي انترفال بنفس النمبر تقول لي الكلوجر لما اخد منها الاوبن تديني الست، خدت منها الست تديني الاوبن. طب لو خدت الاوبن والست وعملت لهم يونيون تديني الكلوجر 2 و7. طب يا مستر هو في حالات تانية ممكن تقول لي عليها؟ اه بص كده، شايف الغلبانه دي؟ يروح بدل ما يديني دي يروح جاي ينقص لي منها التو بس، يبقى هعمل للتو هي الاوبن، يروح جاي ياخد لي منها السيفن بس، يبقى اوبن على السيفن. وعشان كده بقول لك دول سبيشال كيس، حاجه فيه مش لازم اعمل ريبريزنت على النمبر لاين، عشان انا وانا في الحصه اللي بعديكم هحاول اعمل ابلود.